يقول إذا رزقت بمولود وثمن العقيقة في بلدي غالية جدا، هل يجوز لي أن أذبح العقيقة في بلد أخرى بسعر أرخص؟ إذا إيش؟ إذا رزقت بمولود ولم أذبح له العقيقة لأن الثمن غالي جدا، هل يجوز لي أن أذبح العقيقة في بلد آخر لأن السعر أقل؟ يعني تروح القيمة البلد آخر؟ لا، هذه ما تصير عقيقة، هذه صدقة. أما إن كان قصدك أنك أنت انتقلت إلى بلد آخر تذبحها في المكان الذي أنت ساكن فيه، سواء بلدك الأول أو بلد ثاني، في مسكنك الذي تسكن فيه، هذا هو السنة. أما أنك تروح القيمة تقول تذبح في بلد كذا لأنه أرخص، هذا لا يعتبر صدقة، ما يعتبر عقيقة. نعم.